إذاعة صوت العرب من أمريكا. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه وبقاله زمان. غنوا قولوا شهر بطوله، غنوا قولوا أهلان رمضان. لكل واحد فينا ذكريات جميلة في شهر رمضان، وأكيد نجومنا اللي لمعوا في سماء الفن هم كمان ليهم ذكرياتهم، ودقيقة ورا دقيقة هنعرف كل حكاياتهم مع شهر رمضان في برنامجنا دقايق مع نجم. دقايق مع نجم، أعداد مروة مقبول. يأتيكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية. عملت مؤسسة Life for Relief and Development وخلال العام 2017 على تأمين أكثر من 5000 كفالة يتيم حول العالم. تقوم مؤسسة Life بتوفير كل احتياجات الأيتام اليومية من طعام وملابس وصحة وتعليم والكثير من ضروريات الحياة. غايتنا في هذا العام تأمين كفالة أكثر من 10,000 يتيم حول العالم. كل طفل يستحق فرصته في الحياة. قم بكفالة يتيمك اليوم عبر موقع المؤسسة lifeusa.org. الفنانة دومينيك حوراني، مساء الخير وأهلا بيكي ومنورة إذاعة صوت العرب بأمريكا. رمضان كريم. هاي لألكم ولإذاعة صوت العرب بأمريكا وكل الجالية العربية بأمريكا. أنا بحبكم كتير ومشتاقة أشوفكم على نار. في البداية الجمهور والمستمعين عايزين يعرفوا طقوس دومينيك حوراني في رمضان إيه، وهل بتقضيه بدبي ولا بلبنان؟ السنة رمضان كان عندي كتير سفر بين لبنان ومصر ودبي. أكيد بقضي مع الأهل والأصحاب، بحضر الإفطارات الحلوة والسحور، وأكيد هو شهر للصلاة والتقوى والمساعدة الآخرين، وشهر ينعاد عليكم جميعا بالشهر الفضيل. وبتمنى أنه كل واحد يعيد دراساته إذا كان في حدا متضايق منه أو حدا زعلان منه، وإذا كان في حدا ناطر منه شيء خير. يعني هيدا الشهر لازم كلنا نعيد حساباتنا فيه. عايزين نعرف وجهة نظرك في الدراما الرمضانية، ومين من الفنانين اللي انت بتتابع اعمالهم وبتكوني حريصة عليه؟ تابع تقريبا الكل، يعني بحضر شوي من كل مسلسل. صراحة انا ذوق كتير صعب، يعني تقلكن انه انا راضي على كل الاعمال يلي نزلت. ما بفتكر انه هيدا الشيء، ما في عمل اصلا بيرضي الجميع. انا بحب حبيت مسلسل إلي معلوف، كل الحب كل الغرام، لأنه بيحكي عن تقاليد القديمة وخلينا بأرض الواقع ورجعنا شوي بالزمن لورا. ودايما أنا بما أنه بحب التاريخ وبحب أعرف كيف أصلنا، كتير بحب هيك أنواع مسلسلات لأنه هي كتير حقيقية، بتحكي عن مشاعر إنسانية مزبوط، وبتحكي يمكن عن جدودنا. في مسلسلات شفت فيها كتير ضرب نار وكتير قصص خيالية وكتير إرهاب وكتير مافيا، ما حبيتها. في مسلسلات حسيتها كتير أوفر بالكوميدي، وناس صراحة من الآخر هيك تقال الدم ما بيليق عليهم الكوميدي وبالغصب عم يعملوا كوميدي. على فكرة الكوميدي من أصعب أنواع التمثيل. ممثل الكوميدي لازم عن جد يكون واثق كتير من حاله وعنده الموهبة وآخذ كتير كورسات حتى يعرف يمثل كوميدي. أنا عم بقرأ ورق لفوت مسلسلات جديدة. أنا بآخر فترة قررت أنه خد تجربة التمثيل، كفة بالتمثيل. قبل كان عندي فيلمين ومسلسل، بس ما كنت مركزة على التمثيل لأنه ما كان عندي وقت أتفرغ لأقعد مثل. كان مركزة أكتر على الأغاني وعلى التورس الغنائية. إن شاء الله بتشوفوني أكتر بالمسلسلات السنة الجاية. دومينيك قوليلي، أنت بتتمنى تشتغلي مع مين؟
سواء كان في السينما أو في الدراما أو حتى كمان على مستوى المزيكا. أنا بحب تمثيل محمد رمضان وشكل محمد رمضان أكيد وإدائه، لأنه هيدي من المواهب القليلة يلي موجودة على الساحة الفنية، وأكيد بحب أحمد العز وجماله. ومن البنات أكيد بحب غادة عبد الرازق ومي عز الدين، بحس عندهم الموهبة. في كتير فنانات انتقلوا للتمثيل ما حبيت ايديهم تمثيلي، وفي كتير ممثلات قاعدين على الساحة الفنية بالغصب ممثلات، بحسهم انه بيسمعوا درسهم تسميع ما بيعرفوا يمثلوا، بيمثلوا كل الادوار بنفس الطريقة ونفس توناليتي الصوت، وبيعملوا كتير اغلاط وبيجوا حافظين الدرس هيك الحفظ ببينوا مصطنعين. فبتمنى انه هالممثل اذا عن جد حابب ينجح هيدا الشيء بيكون خير لإله إذا بيتعلم شوية كرات تمثيل. يعني أنا ما بحب كتير أنتقد لأنه ما عندي كتير أعمال فنية، بس بعرف أنه عندي القدرة على التمثيل وتعلمت تمثيل وأدائي تحسن كتير، ويمكن هلأ ما بعرف انتروا أنتوا وشوفوا، بس أنا ما بقبل حتى الجملة تكون مش راضي عليها وتقطع بالمشهد. بركز كتير أنه أكون طبيعية بقلب المشهد وأعيش الشخصية على الآخر، وهيدا تحدي لازم واحد يعمله، تحدي كتير صعب. أنا بالنسبة لإلي كبنت بحلم كتير وعندي طموح كتير كبير، وأوقات مشاعري بتسيطر علي، بحب أعيش أدوار تمثيلية لحتى أطلع من حالي الحقيقية وأعيش شخصية شخص تاني، لحتى أشوف أعمل إعادة تقييم لنفسي وأشوف كيف العالم عايشين حوالي، ومن إرضاء ذاتي وأعرف أنه في هدف بعد لحياتي. كل 5 دقايق ده آخر كليباتك اللي طرحتيها عبر اليوتيوب وعبر بعض القنوات الفضائية، قولي لي بتحضري لنا إيه الفترة دي؟ كل 5 دقايق آخر فيديو كليب نزلته، وهلأ بعده يعني عم حس عم ياخد صدى كبير. إن شاء الله الأغنية أنا كتير حبيتها لأنه طريقة توزيع جديدة، أكيد إن شاء الله أنتم كمان تكونوا حبيتوها. وفي أغنية مهرجان كانت معمولة مفروض لمسلسل المزة اللبنانية كمان، إن شاء الله تكونوا حبيتوها، وإن شاء الله تكون صيفية حفلة بالأغاني الجديدة. هلأ صورت فيلم عمر خريستو رح ينزل إن شاء الله بشهر 8، فيلم بيحكي عن المافيا وعن عملية إرهاب. ما رح أخبركم كتير تفاصيل لأنه الانتاج بيكون هو صاحب الحق انه يحكي اكتر تفاصيل مش انا. ومسلسل سرايا حمدين ان شاء الله نازل بشهر 8 كمان، نتوقع ينزل على قناة الحياة، وعامله فيه دور كوميدي كتير بيلبق على شخصيتي لاني عامله كوميدي كتير صعبة، عم قلد فيها بطريقة كوميدية شخصية دومينيك الفنانة. عايز اعرف منك اخر مرة زرت فيها امريكا امتى، وأقرب فرصة من الممكن إن إحنا نشوفك بأمريكا إمتى؟ صراحة أنا زياراتي كانت محدودة لأمريكا بسبب يعني بحسها بلد بعيدة، بس إن شاء الله هلأ بوعدكم بتورس قريبة. كنت كل سنة قول هالسنة خلص رح أخد تور، أرجع أحس إنه البلد كتير بعيدة لأخد تور وأتعذب بالطيران بكل الولايات، يعني يا أما بدي روح تور كتير كبير وأقعد 2 3 شهور بالسفر، يا يعني تحدي كتير كبير لإلي كان، خاصة إنه التورز عم تسائب بالشتاء وبيكون في كتير تلج عم يمنعنا إنه سافر كتير على أمريكا. لإذاعة صوت العرب بأمريكا وكل الجالية العربية بأمريكا، أنا بدعي لكم أنه الله يوفقكم ويوفق عائلاتكم ويخلي لكم أهلكم وولادكم، وبدعي لكم بهالشهر الفضيل بالتسامح، وإن شاء الله كل إنسان كل إنسان بما أنه الكارما موجودة ما يغلط مع حدا غيره، لأنه إذا نحن غلطنا مع أي حدا في كارما، في رح يصير معنا شيء عاطل بالمقابل، والله كبير عن جد. رمضان معنا وفرحنا بو بعد غيابه وبقاله زمان. يأتيكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية. غنوا قولوا شهر دقايق مع نجم، تقديم خالد شهيد. لن رمضان.